السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سأريك طريقة للحصول على وظيفة خارج الولايات المتحدة. إذا كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هذه الوظيفة تكون موجهة فقط للناس الذين يسكنون في سواء في الدول العربية أو غيرها من الدول. المهم تكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فقط كتابة هذا البحث. هذه تكتب ما يلي في البحث، هي طريقة سهلة. وهذا الموقع، هذا الموقع معروف، تكتب jobs for people outside of USA، ثم تضيف اسم الموقع Indeed. ثم بعدها تدخل للموقع، وهنا ستجد مجموعة من أيقونات التي ستخصص فيها البحث أكثر، لكنك ستختار مثلا هذه الأيقونة فيها الكاتيجوري الذي تريده. مثلا تختار الكاتيجوري، مثلا الأكل food، ثم تختار آخر، مثلا آخر الوظائف التي تم طرحها في آخر 24 ساعة مثلا تختارها. المهم تختار جميع الأشياء التي تريد تحديدها، ثم بعد ذلك ستجد مجموع جميع الوظائف. تختار مثلا هذه الوظيفة، المهم بعد أن تقوم بالدخول إلى الوظيفة، ستجد فيها مجموعة من الأشياء، مثلا تفاصيل العمل، المبلغ الذي ستتقاضاه، مجموعة من التفاصيل. إذا كنت معجب بالوظيفة تنزل إلى الأسفل، ستجد أيقونة زرقاء، تضغط على هذه الأيقونة مباشرة ستجد صفحة فيها مجموعة من المعلومات. تقوم بملء تلك المعلومات الخاصة بك وإدخال معلومات الاتصال البريد الإلكتروني وغيره من المعلومات مباشرة. بعد ذلك تقوم بالتقديم للوظيفة وتنتظر إلى أن يتم التواصل معك في البريد الإلكتروني. الأمور بسيطة جدا وتسجيل سهل جدا. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وشكرا.